أهلا بيكم. هنستكمل مع بعض النهاردة سلسلة محاضراتنا عن Tempro Mandibular Joint. لكن كالعادة وقبل ما نبدأ، لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا ما تبخلوش علينا بدعمكم وطاقتكم الإيجابية عن طريق اللايكات والشير. ودلوقتي يلا بينا. زي ما تعودنا، فنجان القهوة الجميل بتاعك، ورقة وقلم علشان تدون ملاحظاتك وانت بتتفرج علينا. النهاردة هنتكلم عن Classification of TMJ Disorders. مبدئيا كده خلينا نقول بان المشاكل اللي ممكن تحصل في التمبرو مانديبولار جوينت ممكن تكون اكسترا كابسولر وممكن تكون انترا كابسولر. الاكسترا كابسولر زي ايه؟ زي المسل ديسفانكشن او اللي هنعرفها دلوقتي مايوفيشيال بين ديسفانكشن سندروم، او انفلاميشن في المسل، او نيوبلازمز، او ايفن اوسيوس انوماليز، حاجه زي الكورونايد هايبرتروفي، كالسيفايد ستايلويد بروسيس، اور ايفن ستايلو مانديبولار ليجمنت كالسيفيكيشن، واللي بتعمل لك حاجه اسمها ايجل سندروم، اوستيوكوندروماتوزيس فراكتشرد زيجوماتيك ارش. وعند الانترا كابسولار ديس اوردر حاجه شهيره جدا زي الديسك ديرانجمنت والاوستيو ارثرايتس والانكيلوزيس والديسلوكيشن فراكتشر اند تيومر، وكمان كالسيفايد بادز في الجوينت سبيس نفسه، او ايفن اف المسلز اوف ماستيكيشن زي حاجه اسمها مايوسايتس اوسيفيكانس تروماتيكا اللي اتكلمنا عنها في المسيتر مسل. تعال نمسك اول حاجه مايوفيشيال بين ديسفانكشن سندروم. المايوفيشيال بين ديسفانكشن سندروم هي عباره عن ماسكولار ديس اوردر اوف التي ام جي، بيكون فيها الاتي: كومباينيشن ما بين ماسل بين اند سبازم ليدنج المانديبولار ديسفانكشن. في بعض الاحيان الالم ده بيكون وذ ليتل ديسفانكشن، بينما في احيان اخرى بيبتدي الديسفانكشن دي تزيد. الديزيز از كاركترايزد في اغلب الاحوال بابسنس، مفيش اني اورجانيك تشينجز، الا اذا طال الوقت بيبتدي صاحبه تغيرات بقى في الكوندايلر هيد نفسه او في المسلز او في الدنتيشن نفسها. طيب الاتيولوجي اللي تؤدي الى مايوفيشال بين ديسفانكشن سندروم، من اهم الحاجات الاوكلوزال ديسهارموني، واللي ممكن تجي لك ببساطه شديده جدا نتيجه مثلا حشوه امالجم عاليه او طربوش عالي او عيان لسه كان عامل بروثيزز ريموفال بارشال دينشر ولا فيكسد حتى وعامل اوكلوزال ديسهارموني. كمان ابنورمال ماسل اكتيفيتي، الناس بقى الايه نقول ايه الحبيبه اللي بتسهر طول الليل تحب في التليفون عمال يتكلم بالاربع خمس ساعات، كل ده زياده على المسل اكتيفيتي. سايكولوجيكال ستريسز، اوقات التوتر بقى ساعه الامتحانات وقاعد بقى عمال يرقط في ضوافره ولا عمال يرقط في القلم الرصاص ولا عمال يمضغ في البان ولا وات ايفر. وبارا فانكشنال هابتس، حاجة زي البروكسيزم والكلينشنج. البروكسيزم دي بتكون أثناء ما هو نايم يعض على أسنانه، أو هو صاحي بقى يقعد يكز كده طول ما هو من غاز. طيب إيه الساينز أند سيبتومز أوف مايوفيشيال بين ديسفانكشن سيندروم؟ أول حاجة البين. عادة بيكون البين ده يونيلاترال وضل ايكينج بين، اتس نوت اكيوت، مش الألم الحاد قوي. بيظهر بالذات لما العين يبتدي يؤدي وظيفته في الكلام، في الاكل، في المدغ، اللي هو محتاج انه يعمل ستريتشنج للماسلز، لان اكشوالي انا عندي في المسل نقاط واجزاء فيها كونتراكشن ومش عارف اتفك، اللي هي تريجر بوينت اور زونز. في ماسل سبازم كان نوت بي كنترولد، عامل سيفير بين، يبتدي يظهر بالذات لما يؤدي وظيفته. عشان كده تلاقي العيان ده ما يرتاحش غير لما يقعد
عايز يكز على سنانه، واخد بالك؟ طيب تبص تلاقي الألم ده أو الصداع إن صح التعبير، تلاقي العيان يقول لك أنا بحس بألم وصداع بيسمع فوق عيني، على جنبي دماغي من هنا كده صداع رهيب. وفي بعض الأحيان تلاقيه جايب، عارفين أنتوا زمان الستات لما كانت بتجيب القمطة الأشرب وتربطها على رأسها جامد كده تقول لك أصل أنا مصدعة. كمان عندي ما يسمى بالتندرنس، لما بتبتدي تعمل بالبيشن اللي احنا شرحناه في اول محاضرة، سواء كانت للماسلز اوف ماستيكيشن او للنيك ماسلز زي الاسترنوكليدوماستويد او الترابيزيوس، تبص تلاقي فيه الم في نقاط معينة او اجزاء معينة اللي هنسميها تريجر زونز او تريجر بوينتس. رائع جدا، اهو زي ما انت شايف كده، شايف مثلا هنا على سبيل المثال دي الاسترنوكليدوماستويد، وانت بتعمل بالبيشن تبص تلاقي كده في نقاط فيها الم، لكن اكشوال العيان ما بيشتكيش من الم، بتترجم نفسها في صوره صداع او ريفيرد بين، شايف فين؟ مسمع فوق عينيه، جنب راسه، في منطقه الفورهيد، شايف التمبوراليز عامله الم وصداع، الم يسمع فيه الاسنان وصداع ماسك منطقه دماغه من الجنب وفوق عينيه. رائع جدا. هل في كليكنج ساوند؟ وارد، نتيجه الاسبازم اللي موجود في اللاترال تيروجويد ماسل، تمام، واللي اكشوالي قلنا هي بتلعب دور مهم جدا فيما يسمى بالديسك ديسبليسمنت، فوارد انك تلاقي كليكنج ساوند اثناء حركه الماندبل. ليميتيشن اوف مانديبولار موفمنت، ليه وارد انك تلاقي ده او العيان مش قادر يفتح بقه للاخر نتيجه الاسبازم اللي حضرتك موجود في الماستيكاتوري ماسلز، والاسبازم ده ممكن يكون غالبا يونيلاترال وممكن يكون باي لاترال كمان، فممكن تلاقي فيه ليميتيشن، والليميتيشن ده يعقبه ها ديفليكشن عن الميد لاين، تمام. كمان وارد انك تلاقي او مش هتلاقي، انت لو عملت اكس راي عاديه زي البانوراما مش هتلاقي فيها حاجه، ابسنس اوف كلينيكال اور راديولوجيكال اورجان تشينجز، مش هتلاقي فيها حاجه، تلاقي الكوندايلر هيد زي ما هي وزي الفل. طيب اعالج المايوفيشيال بين ديسفانكشن سندروم ازاي؟ خلينا نقول الاول ايه الايم اوف يور تريتمنت، ايه الهدف من العلاج بتاعك. واحد ريليف اوف بين، اتنين اني اوكلوزال ديسهارموني، ودي مهمه جدا لازم تتشال، هاي كونسنتريشن بوينت في حته حشوه، طربوش عالي، تركيبه عامله مشكله، وكمان تحاول على قدر المستطاع انك تقلل الضغط اللي فيه العيان، وفي بعض الاحيان ممكن تقول له والله حاول انك تتكلم مع حد بتحبه، تروح لدكتور نفسي لو الموضوع مأزم معاك قوي. طيب تعالى بقى نشوف خطوات العلاج. طبعا ده حل اجريسيف شويه وهو امبولايزيشن اوف الجو. احنا قلنا بانه اثناء ما العيان بيحرك بقه في الم، لان في كونتراكشن اوف الماسل او سبازما، فانت ممكن تعمل شورت تيرم انتر ماكسيلاري فيكسيشن، بالظبط كده، تبرشم بق العيان، تعمل اي ام اف يا راجل، والله. طيب وتدي كمان انتي انفلاماتوري وموسيتش هيت، وده كسبلمنتري ثيرابي، لكن اكشوالي الحل ده حل اجريسيف شويه. كمان سبلنت اند اوكلوزال بايت بلينز، ابتدي ابص على الاوكلوزال سيرفيس، هل فيني ديسهارموني؟ فيني كونسنتريشن، هاي كونسنتريشن اريا في حشوه او في تركيبه؟ ويعني اعذروني انتوا سامعين في الـ في الـ في الباك جراوند الصوت بتاع الكناري عندي، فيعني معلش يا بتسليني. سيلف اور هيت كيورد ريزن سبلنت، دي ببساطه بتعمل ايه؟ بتعمل اليفيشن للاوكلوزال بايت بلين، وبالتالي بتدي جوينت استابلايزيشن، وبتمنع الاسنان او بتشيل اللود
لو العيان ده بيعمل بروكسيزم اثناء ما هو نايم بتشيل اللود ده عن التي ام جي. وطبعا الصح بانه يفضل لابس الاسبلنت دي 24 ساعه ويشيله ساعه الاكل بس. سوفت نايت جارد، وان كان كتير من اساتذتنا ما بيعترفوش قوي بالسوفت نايت جارد ده، يقول لك حاجه كده عامله زي العضاضه ما لهاش لازمه، لكن الهدف منه بانه بروتكت التيس من البروكسيزم وديكريز الماسل سبازم. تمام، علشان كده اتس بيليفد ذات الهارد سبلنتس هو الافضل عن السوفت نايت جارد. اوكلوزال ادجستمنت ده مهم جدا. الثيرموثيرابي كمادات دافيه بقى كتير، انا عايز اعمل فازو دايلاتيشن وازود البلاد سبلاي وقلل الانيروبيك ميتابوليزم اللي بيزود البين والكونتراكشن، يبقى فايده الموسج هيت بتزود البلاد سبلاي وبتقلل من الانيروبيك ميتابوليزم، بتقلل لك من المصل سبازم وتقلل من الالم. في بعض الاحيان ممكن اعمل كرايوثيرابي، ده هنا بيشتغل كانسيستيك افكت، وبالتالي طالما العيان اتخدر الالم هيقل ويقدر يفتح بقه بسهوله من غير ما يتوجع. الترا ساوند، الموجات بتاعه الالترا ساوند بتشتغل كده زيها زي الهيت. تمام، بتبتدي تخترق الانسجه وتعمل زي ديب هيت، وبالتالي بتديك نفس الايفكت بتاع الموسيتش هيت اللي هي الفومنتيشن، اللي هي تعمل فازو دايلاتيشن وتقلل من الانيروبيك ميتابوليزم، وبالتالي بتقلل من الكونتراكشن والبين. كمان حاجه اسمها الكترو جالفانيك ستيميوليشن ثيرابي، وبرده هي نفس القصه، انا بعتمد على اني بعمل زي الكتريك كارنت كده، زي صدمات كهربائيه بسيطه من شانها، طبعا طالما قلنا الكتريسيتي في بوزيتيف ونيجاتيف تشارج، من شان البوزيتيف والنيجاتيف تشارج دي ان هي بتحسن من الفانكشن بتاعه المسلز. يعني مثلا البوزيتيف بولاريتي تبص تلاقي بتعمل فازو كونستريكشن، الله ايوه، ما هو ده بيقلل من النيرف اريتابيليتي. يعقبها على طول نيجاتيف بولاريتي تعمل فازو دايلاتيشن فتقلل من المسل تنشن اند بين، رائع جدا. نفس القصه بقى ترانسكيوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميوليشن، وزي ما اتفقنا برضو فكرتها بان انا اقلل مين؟ الالم، رائع جدا. وات اباوت التريجر بوينت؟ التريجر بوينت دي بقى ليها حلول كتير قوي، يعني ممكن والله ببساطه احقن فيها مواد تخلي التريجر بوينت دي تروح. اللي تقدر تسميها بصفه عامه وتحت بند كبير حاجه اسمها برولو ثيرابي. وفكره البرولو ثيرابي يا جماعه هي اني بعمل زي ماينور انفلاميشن في المصل، المنطقه اللي بحقن فيها دي بعمل ماينور انفلاميشن. طب ايه الهدف؟ ما انا عايز استغل الساينز اند سيمبتومز بتاعت الانفلاميشن اللي هي فازو دايلاتيشن. اكسلنت. فطبعا ممكن اعمل انجكشن اوف لوكال انستيزيا لكن without فازو كونستريكتور، لان زي ما اتفقنا الفازو كونستريكتور بيزود من الانيروبيك ميتابوليزم، وده في حد ذاته هيزود البين والكونتراكشن. ممكن احقن بوتوكس او بوتولونيوم توكسين اي، والبوتولونيوم توكسين اي بيجي عند السينابس ويحد من انتقال الاسيتايل كولين، وبالتالي يمنع الانتقال الاستيميوليشن من نيرف للتاني، فبيعمل زي باراليسيس كده فيريح المسلز، لكن برضو ده تمبراري، لكن تمبراري حلو، ممكن تاثيره يقعد لست شهور. تمام، اهو بيعمل ايه؟ انهبيت ريليس اوف الاسيتايل كولين، وبالتالي ديكريز النيورال ستيمولس، لكنه للاسف زي ما قلنا، ومش للاسف قوي، لما العيان يروح ياخد حقنه كل ست شهور ده رائع. دراي نيدل، دراي نيدل ممكن حتى ايفن سن السرنجه العاديه البلاستيك، وليكن مثلا زي سن سرنجه الانسولين عشان رفيعه. تمام، برضه نفس القصه، تعمل قصه الماينور انفلاميشن دي عشان تعمل فازو دايلاتيشن. كمان الاكيوبنكتشر او الابر الصينيه نفس القصه برضه، انا بحقنها في التريجر بوينت، ويمكن الاكيوبنكتشر ميزتها بقى هنا
بتحفز من افراز الاندورفين، ريليس الاندورفين، وبالتالي ديكريز البين. ممكن استخدم الليزر، كولد ليزر، ده بيزود من الكولاجين ساينسز وبيزود من الفاسكولاريتي وبيزود من المصل والنيرف ريجينريشن وبيقلل من الإديمة والإنفلاميشن، ده كله بيعمله الليزر. اكسرسايز، تخلي بقى العيان يتمرن، بالبلدي كده يتمرن. التمرينات دي تبتدي من انه يبتدي يعمل تدليك ومساج للمسلز اوف ماستيكيشن على سبيل المثال والنيك مسلز، يفتح بقه بالراحة ويقفل، تمام، ويتكرر الموضوع ده كذا مرة في اليوم. رائع جدا. كمان انا ممكن ادي انالجيسك او ماسل ريلاكسنت في حالة مثلا ماسكولار هايبرتروفيا اند هايبر اكتيفيتي، ترانكيولايزرز، النون سترويدال زي الانالجيسك، حاجة زي الاسبرين. ولازم جرعته تبتدي من 325 ميلي جرام عشان يستخدم كانالجيسك، لان اقل من كده يستخدم كانتي بليتلتس، تمام. اوبويدز، هذا الموضوع كده زايد قوي، الالم شديد جدا، بضطر ان نلجأ لاوبويدز وكودين. ماسل ريلاكسنت، لو انا عندي ماسل ماسكولار هايبرتروفي اند هايبر اكتيفيتي، انوكزايوليتك ايجنتس زي البنزودايازيبين، اقلل من التنشن بقى ونيوترلايز الريفلكس اوف السكليتال ماسل، لكن طبعا لا يفضل استخدامه لمده طويله عشان العيان ما يبتديش يتعود عليه ويدمنه. وكمان تاثيره، ما هو الدايازيبام ده تاثيره على المدى البعيد، ما هو من ضمن الماسلز اللي هياثر عليها وهيهبطها، ممكن ياثر على عضله القلب. كمان لو العيان ده بيعاني من اكتئاب، ممكن يتابع مع دكتور نفسي ويبتدي يكتب له فيه تراي سايكليك اند ديبريسنت دراجز، ومثلا حاجات زي اللي بتتكتب في حالات النورالجيا زي اللهم ذكرني مثلا اللي هي التيجريتول. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية محاضرتنا النهاردة. أتمنى بأن حضراتكم تكونوا استفدتم واستمتعتم بيها. وكالعادة لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة، فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا وأصدقائنا. ما تبخلوش علينا بدعمكم وطاقتكم الإيجابية عن طريق اللايكات والشير. وأرجوكم يا جماعة خدوا لفة في محاضراتنا اللي فاتت والموجودة على القناة. تشرفت بوجودي مع حضراتكم، وبإذن الله نلتقي في محاضرات تانية جديدة. ودلوقتي مع السلامة.